وهذه المرة في نهاية هذه التغطية ينضم إلينا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا في فرنسا. خالد، أرحب بك معنا في هذه التغطية، ويبدو يعني أن الحياة عادت لطباعتها مرة أخرى في الداخل الفرنسي، ونحن بصدد يعني تصريحات جديدة من إدوارد فيليب من الممكن أن تؤدي إلى رفع العزل العام في فرنسا. مساء الخير نانسي، بالتأكيد يعني الفرنسيين ينتظرون هذا الخبر بعد ساعتين تقريبا في تمام الخامسة في توقيت كل من باريس والقاهرة. سيخرج إدوارد فيليب ليعلن للفرنسيين على الخطة الثانية، وهي في إطار الخروج إلى الحياة شبه الطبيعية. نانسي، من المعروف أن إدوارد فيليب كان خرج ليعلن الخطة الأولى من الخروج في 11 مايو، ثم ضرب موعدا لهذا اليوم، وذلك للخروج في المرحلة الثانية في 2 يونيو، يعني اعتبارا من يوم الاثنين القادم، بعد من الأخبار سربت إلينا نانسي، وبعد من القرارات التي هي من المتوقع أن تصدر عن إدوارد فيليب، هي عودة المطاعم والفنادق إلى العمل من جديد في المناطق الخضراء. معروف نانسي أن فرنسا كانت قد قسمت إلى منطقة خضراء وحمراء. الجديد نانسي عودة إلى المناطق البرتقالية مرة أخرى، ومنها منطقة ليل دي فرانس أو باريس وما جاورها. نعم صحيح. تخرج من منطقة الحمراء، المنطقة الحمراء، إلى المنطقة البرتقالية، وسيتم العودة مرة أخرى إلى المطاعم، ولكن بإجراءات معينة. نعم خالد، يعني بالطبع يعني هذا نبأ ربما مفرح للداخل الفرنسي، وأيضا مبشر بالخير للخارج الفرنسي أن الحياة تعود إلى طبيعتها مرة أخرى. ولكن مع وجود هذه الأخبار المفرحة، أيضا ربما على الجانب الآخر هناك بعض الأخبار السيئة، أن فرنسا الآن أصبحت تصنف كرابع أو أعلى رابع وفيات على مستوى العالم. يعني نانسي، فرنسا حتى اليوم 28500 تقريبا في عداد المتوفين، ورغم التزام الشعب الفرنسي بالبقاء في منازله لأكثر من 58 يوم، إلا أن الملاحظ نانسي أن فرنسا كانت تسجل وفيات يوميا، المتوسط كان من بين 500 إلى 600 متوفي يوميا. اليوم أو يوم الأمس عفوا كان عدد المتوفين نانسي لا يتعدى 66، يعني أصبح هناك فارق كبير، وهذا يدل على أن هناك تحسن في الوضع الصحي نانسي. وأرجع الجميع وبصفة خاصة الحكومة الفرنسية ووزير الداخلية ووزير الصحة الفضل في هذا، إلى تفاني الطواقم الصحية من ناحية، والتزام الشعب الفرنسي بالحظر الصحي والتباعد الاجتماعي والجسدي من ناحية أخرى. إذن التزم الفرنسيين، وهم بعد شهرين من الالتزام يعودون مرة أخرى إلى الشارع، ومع العلم الشارع بدون كمامات، ولكن في الأماكن المغلقة وأماكن العمل ما زال الشعب الفرنسي يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في المواصلات العامة. طبعا خالد، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ونتمنى يعني أن يعود العالم أجمع كفرنسا إلى طبيعته مرة أخرى في ظل هذه الأزمة. كنت معي خالد شقير عبر سكايب مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، وتحديدا من مارسيليا. أنا بشكرك شكرا جزيلا.